اهو زي ما احنا شايفين، ما بترشه كده وبتدلكه كده. ايه مش بتاعت الريتش؟ الجنة. تعالى هنا، تعالى هنا على ايدك على الطباخة. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي الوصفة معايا بقى، النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة لحشرة الفاش اللي هي بتبقى موجودة في الريش بتاع الطيور. كان يعني انطلب مني قريب، في متابعة عندي طلبت مني ازاي اللي هي تتخلص، عايزة حاجة تخلصها من الحشرة ديت. الحشرة ديت يعني بمعنى أصح يعني اللي هو الأمل اللي بيبقى في الريش بتاع الطيور، يعني بيبقى اسمها حشرة الفاش. فأنا هنعمل معاكم النهاردة وصفة، بس الوصفة ديت يعني طبعا انتم متعودين مني لما بقدم وصفة جديدة وحصري والأول مرة بقول لكم عليها، اللي دي متاحتي وبتبقى حصري والأول مرة. ولو وصفة مش متاحتي بقول اللي هي مش متاحتي. هي الوصفة اللي انا هقدمها لكم دي النهاردة انا جربتها في بالنسبة لابني مربي حمام، فانا مجربة الوصفة دي قبل كده وادتني نتيجة كويسة. والوصفة ديت انا كنت شايفاها في قناة، يعني واحد يعني كان عامل فيديو وكان عامل الوصفة ديت مقدمة، وهو عنده كمان عصافير فكان مستخدم الوصفة ديت ايه لهم. فانا لما جربتها ادت نتيجة كويسة معايا، فحبيت ان انا اقدمها لكم النهاردة، وان شاء الله كمان انتوا كمان تستفادوا بالوصفة ديت. ويلا بينا كده نشوف مع بعض احنا هنحتاج لايه. هنا هنحتاج ازازة فاضية اول حاجة عشان اعمل فيها الوصفة، هنحتاج لتوم، هنحتاج لبتادينا، هنحتاج لحلبة، الحلبة الحصى اللي احنا بنشربوها بنغليها وبنشربها، هنحتاج لخل. الخل هنا هو كان بيستخدم خل تفاح، بس قال مش مشكلة يعني، الخل اللي يعني متوفر عندنا نستخدمه. فأنا هستخدم معاكم خل أبيض عادي يعني. فدلوقتي يبقى كده دي كده ايه المكونات. لو انتوا حابين ان انتوا تعرفوا القناة ديت ممكن اسيب لكم برضو الرابط بتاعها في اول تعليق مثبت اللي حابب يدخل ايه فيها. يلا بينا بقى كده شوف مع بعض احنا هنعمل ايه وتابعوني. بس في الاول فاطمه وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم يا ريت كده تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا يلا بينا بقى كده نسمي بسم الله ونشوف مع بعض ايه هي اللي هنعمل ايه. تابعوني. اول حاجه هبدأ اللي انا اخد ايه تقوم كده هوت يعني ابيض ليه خالص. المفروض ان انا اخد 5 فصوص من التوم، فانا معايا الرز دي كده بقى هي رز صغيره، وهو كمان التوم لسه طالع يعني، فهي الفصوص ايه يعني مش هتلاقوا اللي الفصوص معايا زي ما احنا شايفين اهيت ما فيهاش قشر كمان يعني، يعني مش محتاجه ان انا ايه اقشرها. فانا ممكن ان انا احط راس التوم دي كلها، توم حلو، فهبدأ ان انا اقطعه كده اهوت. وابدا اللي انا احطه ايه هنا هوت. طيب
طبعا انا هستخدم البراز ديت عشان هي زي ما قلت لكم دي راس ايه صغيره، وانا هعمل ملو الازازه ديت فعشان تديني نتيجه احسن. نعم بس الحاجات ديت الأول. هنجيب قرعة هبدأ دلوقتي ان انا احط كده اهوت يعني نص الازازة ميه. على فكرة المية اللي كانت معايا دي 3 كوبايات، هبدأ ان انا احط عليهم معلقتين كده كبار من الحلبة. معلقتين اتنين بس كده. كده معايا البيتادين اهوت. هبدأ ان انا احط كده يعني حوالي يعني 3 معالق كده من البيتادين. البيتادين هو قال اللي هو بيطر الجلد، فانا كمان بيطر الجلد بتاع الطيور يعني. هبدأ ان انا احط كده اهوت منه. حوالي ايه 3 معالق. بس كده. دلوقتي بقى ايه هنكمل الازازة بالخل. خلي كده يعني بقى حوالي ايه يعني زي 2 كوباية. شايفين الخلطة جميلة جدا بصراحة ورهيبة. هبدأ بقى انا اقفل الغطا دهوت. على فكرة ده غطا، الغطا ده كان بتاع ازازة عندي فانا خدته اهو، كان بتاع ديت فانا خدته وبدلت الغطا دهوت. كان بتاع الازازة ديت فانا شلته وبدلت الغطيان عشان يعني اعمل الكمية تبقى كبيرة معايا يعني. هبدأ ان انا اقفلها. كده بنفس الطريقة وابدأ بعد كده ان انا ايه ارجها. هبدأ بس ان انا اقفل الغطا دهوت. بس كده. وابدأ بعد كده اهوت بقى ايه اللي انا ارش بقى ايه الطيور. عايزه بس ان انا اجربه هي كده شغاله كده معايا. يبقى احنا عملنا كده اهوت اقوى خلطه للتخلص بقى من الحشره اللي هي بتبقى موجوده في قلب الطيور. الحشره ديت بتبقى مضره جدا للطيور، اللي هي كمان بتمص دمهم
وبتخلي الطيور كده يعني تلاقيها اللي هي بقت بتدبل كده، ولحد ما يعني ما انت كمان يعني هتلاقيها اللي هي بقت كمشانة كده، وهتلاقيها اللي هي بترجع بقى يعني حالتها الصحية بتتدهور بعد كده وتموت. فانت كمان هتلاحظي اللي هي يعني في النازل على طول كده. يبقى انا كده عملت معاكم اقوى خلطة للتخلص من الحشرة ديت، وتبدأي بعد كده بترشي الطيور كل يوم يوميا، بس الإزازة دي بتسيبيها 24 ساعة قبل الاستخدام، بتسيبيها 24 ساعة وبعد كده بتبدأي اللي انت ايه بتستخدميها. اهي زي ما شفنا كده اهوت، الطريقة بتاعتها كانت سهلة جدا وبسيطة. دلوقتي حبايبي انا حبيت ان انا اعمل معاكم بقى ايه، نستخدم الرش كده اللي احنا عملناه، نستخدمه مع بعض كده عملي يعني. يبقى انا كده بعد ما سبتها 24 ساعة الازازة، لازم تسيبيها قبل الرش 24 ايه ساعة. هيبدأ بقى ابني بقى اللي هو ايه يرش الحمامة كده اهوت. بالراحة بس عشان هي هتلاقي الغطا كمان مش متاحة، انا مركبة رش كده بالراحة ودلك بإيدك. نرش لك انا ماشي بسهولة. ماشي زي ما احنا شايفين، ما بترشه كده وبتدلكه كده ايه مش الريج. متاحة. تعالى هنا، تعالى هنا على ايدك على الطباخة. بس لازم الرش بعد ما تسيبه الايه تسيبه تسيبوه كده وقت الازازه دي تسيبوها 24 ساعه وبعد كده ترشه. ما ساعات ماشي وعندي رقبتها. ماشي هنا عند هنا اهوت. استنى مش هنجيب على عينيه، ما تجيبوش على عينيه، بس اعمل انت بقى بايدك. ماشي بس من هنا كمان. بس خلاص يا ماما. ماشي دلوقتي بقى ايه، احنا كده وقت انا عملت معاكم الفيديو عملي ووريتكم ازاي اللي احنا نرش الايه نرش الحمام، ما زي ما احنا شايفين ما بطريقة سهلة وبسيطة وعلاج طبيعي كمان للتخلص من حشرة الفيش اللي هي بتبقى موجودة في الطيور. طبعا هو الحمام يعني هو ما فيهوش حاجة الحمد لله، بس انا حبيت ان انا اعمل معاكم الفيديو عملي، وهو مفروض يعني برضو الرش ده هو مش هيجرى حاجة يعني، ابني برضو هيستخدمه في رش الحمام بوقاية برضو. وفي حاجة حابة ان انا اقول لكم عليها قبل ما انهي الفيديو، طبعا في الصناديق الخشب او فص الخشب او الحاجات ديت بتلم الحشرة ديت. يعني ده افضل مكان اللي الحشرة دي كمان بتنمو على المكان ده اهو. ففي حاجة كمان افضل حاجة اللي انتوا تستخدموها اللي هي الفص البلاستيك، دي بتبقى حلوة جدا، او مثلا الحاجات اللي هي بتبقى الحديد او كده اهو، ما بتجمعش فيه الحشرة ديت. حبيت بس اقول لكم المعلومة ديت، واتمنى للفيديو النهارده يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتم منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي، وكان معانا فتحي ابني. واتمنى حبيبتي لو اول مره تتابعيني تدعميني كده اهوت باللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.